انتي التانية جايبتي لي كاسة مي واحدة. خد خد ابن عمي خد اضرب عليك. خد خد ولي على آنتي ان شاء الله. انا هات 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 لعبي لك تمر. عبي انا 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 معلش تقبرني معلش طول بالك يا معلش يا معلش شلطت شلطت يا لطيف كثير حدين يا بدريه باينتك ما بتعرفي تطبخي انت. خلي فتحيه تعلمك. فتحيه مدلله بالطبخ. العمى منين اجى الحد؟ اذا انا ما قربت على الحد اي والله شي بيحط العقل بالكف. لا 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 باينت انزعجت مني. لا ابن عمي معلش لك يا تقبرني يا ابو عبدو ان شاء الله مفكر كل النسوان هيك معدلين مثل حكايتي. انا غرطني الغراط تقبرني وقلب مات. انا بدي اياهم يكونوا احسن منك كمان. وين هي احسن مني؟ وحياة عيونك التنتين مثل صرمايتي ما بتلاقي. انا وياك والزمن طويل يا ابو عبدو. شو صار لك لك بدريه؟ شو صار لك؟ ما حكينا شيء. عم نقول لك تعلمي منا الطبخ. هديك بتعرف تطبخ انت ما بتعرفي. وين المشكله يعني؟ لا تزعلي خلاص لفيها. طيب فرديها لك فرديها بقى فرديها احسن ما شغل لك شاطعه. ايه وشلون بدي افردها ابن عمي؟ صحيح شلون تفردها هي؟ يعني فرديها لفيها اذا ما بدك تفرديها. المهم خليها الوش يبتسم. تسمي لها شو؟ لا ما بتسمي لشوف مرتين جديدة انتين. الله محلا يا ميت. اهلا وسهلا بخالتي ام رمزة. لك بهالقامة بهالعين يسلم لي هالوش الهي. اي والله والله اشتقنا لك. وانا كمان. بس شو بدي اعمل يا خيتي؟ طول النهار عم يشغلوني خطابة ما عم بفضى. وعلى رأي متى يلي ما بيجي لعندك تعال عنده. خليها لربك يا ام رمزة. خير شوفي حماتي يا ام رمزة. شو بقى حماتك بعدين؟ لا بس كنت عم قلها لأم رمزي أنه بدي أقوم أعزمك على القهوة. لك يا ميت أهلا وسهلا بأم رمزي. وين ما عم نشوفك؟ خليها لالله يا خيتي. والله ما عم بفضى طول النهار على خطبة وجواز. يا على عيونهم هالرجال. لك ما عم يلحقوا إلا بدهم يجوزوا واحدة وتنتين وثلاثة وأربعة. وجوزك شو أخباره؟ جوزي يا حصرتي خرف على بكير قبل ما يموت الله يرحمه. يوه شو هالحكي؟ مثل ما عم قلي. وشو عرفك انه خرف قبل ما يموت؟ انا بعرفه انه مقدر. يعني ام رمزي انت شلون عرفتي انه خرف؟ هذا يا ستي جوزي عنده فانوس هدية من جده. طول ما لو قاعد نازل فرق فيه متهيأ له يا حرام انه بده يطلع له مارد. يو معقولة بهالعمر ولساته مصدق انه في شي بيطلع من قلب البطيخ هذا؟ شو اسمه؟ مو هون القصة. لكن القصة وين؟ القصة يا أختي بده المارد يطلع له مشان هو يطلب منه بنت شقرة وطويلة وعيونها خضر وخصرة ميال وقال ملفوف لف. ايه وأنا عم أقول المارد لو لقى هالمواصفات بيتجوزها هو ما بيجوزها لجوزي. شارد شارد شلون هالناس ما عاد عندها طولة بال؟ ليش خير شو صاير؟ بعد ما اشتريت الجرة من عند ابو حاتم صارت قصة بتحط العقل بالكف. خير خير شفت لك شابين يبدو بيعرفوا بعضهم. الاول عم يسأل الثاني قال له الحب نعمة من عند الله ولا حرام؟ قال له لا الحب نعمة من عند الله. قام جا قال له الثاني للاولاني ليش انت بتحب؟ قام جاوب الاولاني معلوم. رجع قال له الثاني مين؟ قام قال له الأولاني إختها. كان أسلوبه حلو الله يرحمه. يوه ليش مات؟ معلوم صار بالتربية.
والله يا ابن عمي انا ما كنت اعرف شيء ابدا عنك لحتى قالوا لي ابو عبده بده اياكي. امتى سالتهم ليش في عنا حدا بالحاره اسمه ابو عبده؟ لا لا لك لك شيء مين يعني شلون انت ما كنت تعرفي عني شيء؟ معليش لا انا بجوز ما كنت اطلع من البيت مزبوط مثل ما عم تحكي، بس الزلم تبع الحاره بيخافوا مني وبيغاروا مني، لذلك ما بيجيبوا سيرتي وبغطوا علي. يعني بدك تفهمني انك انت شيخ الشباب عليهم كلهم؟ روحي اسالي مين ما بدك، بيقولوا لك ابو عبده هو شيخ الشباب تبع الحاره، لاني انا كنت اذكى واحد بيناتهم وكنت اغلبهم بالمناطحه، لعبت المناطحه والمباطحه تبع السكاكين، هي يلي بيموت فيها بيخسر، انا ماني خسران غير مرتين بهي اللعبه. بعدين لما كنا نلعب بالدحاحيل كنت لعبهم الدحاحيل اغلبهم، امسك الدحله اشلفها توصل لسابع حاره وتنزل بالجوره، بس كنت اخسر لانه اتفقنا بالجوره تبع ثالث حاره، عرفت شلون؟ اما وينك؟ لعبه التخبايه هذيك غير شكل، مره لعبت معهم لعبه التخبايه، ضلوا يدوروا علي 10 سنين لحتى لقطوني. معقول يا ابن عمي 10 سنين؟ ايه لك عم بتعمي 10 سنين كاملين، بس بالاخر لقطوني. وشلون كشفوك؟ بالغوطه، هن وعمي يخبوا السلاح لقوني بالنفق تحت، عرفتي شلون متعمي؟ ايوه زمان. وهي خشب تضرب انت واللي علمك اللعب، تعال حاسبه. طول بالك مو بحرزه كلها لعبه. اوكي حل عنا يا لطيف. يا ولد تعال غير الشاي وسخة هاي، جيب لي بعدين نظيفة. علي عقير، يلا حياك عقير. علينا عليك. غي الشاي يا ولد. الواه الواه، كل اللي عملته اليوم ما جاب نتيجة ولساته حاببها لمقصوفة هالرقبة؟ لا وشو؟ راح ينام عنده مفكر لحاله بحقه حقيقي بده يعمل لي شهر عسل. إن شاء الله بتعمل تحتك. إلهي بشوف فيك يوم يا أبو عبدو، على قد ما عم تكسر بخاطري. ما في مشكلة الأيام جاية، لك والله لخليك تنط ما تحط، وأنا فتحية وعلى سن ورمح. مرحبا يا اختي انا العقيد. اهلين اهلين اخي. ابو درويش هون؟ لا والله ابو درويش طلب الزعيم وراح لعنده. يعني هو هلا عند الزعيم؟ هيك بالضبط. مشكوره كثير. بكره بكر ايه؟ شو محمود؟ عوفت اليوم؟ الحمد لله اليوم. ان شاء الله رزقك كانت منيحة. ولك انت شو دخلك بالغلة اساسا؟ وليش انت صاير عصبي كتير مثل مرتي؟ انا مثل مرتك؟ لك لا عم قول مثل مرتي عصبي. مرتك عصبية ما؟ كتير. وما عم تقدرنا ما؟ شو عم تحكي لك محمود؟ يعني انا ماني زلمة ولا ماني رجال؟ لا اعوذ بالله. فيك البركة يا لطيف. شو سويتك بمرتي هداك نار؟ خليتها تركع على رجليها. لا أبو مستو خلى مرته العصبية تركع على رجليها؟ شلو؟ هادي يا سيدي شوف شو طلبت مني. قال طلبت مني نظف راسي الأرجيلة، قمت أنا مرضي هربت منها ورحت رحت تخبيت تحت التخت، اضطرت مرتي تركع على رجليها مشان شو؟ مشان تسحبني من تحت التخت.
حكي لي عم تحكي مزبوط ابو درويش؟ مزبوط يا زعيم، الله وكيلك مثل ما عم اقول لك. تفضل عقيد، تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تيسر ابو درويش، لما بعتازك ببعث لك خبر. ماشي زعيم. السلام عليكم. الله معك. الله معك. شو؟ طمني زعيم. مثل ما توقعت هذاك اليوم، ابو درويش ملاقي كيس الخيش مركون قدام باب بيتك. وليش خليته يروح؟ لهلا ما بيعرف ابو درويش شو في بكيس الخيش. اخذه وحطه على الطنبور وكبه بمكب زباله مع زبالته. شو عم تحكي زعيم؟ يعني هلا الجره بمكب زباله بالغوطه؟ هذا الشيء اللي قاله. معناها خليني اروح شوفها، بركي بلحقها قبل ما حدا يلاقيها. خود السراج معك ولا تخلي الدبان الازرق يشتري عليك. ان شاء الله يلاقيها نخلص من الشغل على خير وسلامه. هيك شغلة خطرت ببالي. شو هي؟ أبو حدو، هلا تخيل حالك أنت بقلب الغوطة. هاي تخيلت حالي بقلب الغوطة. وتخيل كمان إنه شعلت النار بكل الاتجاهات. كمان تخيلت إنه شعلت النار بكل الاتجاهات. وتخيل كمان إنك أنت محصور بالنص، شلون بدك تهرب؟ عادي بوقف التخيل، تضربي أنت وهالمسخرة. بالي ما بالي 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 يا ابو الجبين، علي 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 وحياة سود عينك يا حبيبي، غيرك ما يحلالي. ايه والله غيرك ما يحلالي. ايش هو الكرسي؟ مرحبا زقزو. اهلين ابو شرهو. شو وينه الزعيم؟ شو بعرفني؟ ايوه، وانت ليش قاعد على كرسي الزعيم؟ وانت شو دخلك؟ بعدين شلون بتفوت بدون ما تاخذ اذني؟ لك ان شاء الله مفكر حالك انك صرت زعيم. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه شو يعني؟ بكره بطول وبصير زعيم.